خيرت المفوضية المستقلة للانتخابات اللجنة القانونية النيابية باختيار إحدى الطريقتين، أما التصويت الإلكتروني أو العودة إلى الاقتراع الورقي اليدوي في انتخابات مجالس المحافظات. وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي إن التأجيل المستمر لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير موفق ولا مقبول، لافتا إلى اجتماع عقد مع أعضاء مفوضية الانتخابات لتحديد المواعيد الجديدة والنهائية وتوفير مستلزمات هذا الاقتراع.